التجار وعدم التزامهم وجشع التجار، ايه وجهة نظر حضرتك؟ هذا موضوع اظن في منتهى الاهميه وبيهم كل مصري على الاطلاق. يعني في موضوعات بتبقى موضوعات نخبه، موضوعات فئات معينه، طوائف، لكن موضوع الاسعار والسلع خصوصا الخبز هو موضوع يهم الجميع. يعني واقع الحال الحكومه عملت بعض التحركات الجيده مشكوره، وقالت ان انا هذه هي اوزان الخبز وهذه اسعاره، شيء جيد جدا. هل تم تنفيذ ذلك على ارض الواقع بصوره صحيحه؟ انا اشك في ذلك شكا كبير، وقلت في اكتر من مره انا بنزل يعني في مرات كتير انا بشتري العيش للاسره. حضرتك قلت حضرتك بصيت في اكتر مكان، ولفيت في المنطقه اللي انا يعني انا كمان ساكن في منطقه ورا مجلس الوزراء ورا مجلس النواب ورا في مربع الوزارات وجنب غالبيه الوزارات، في منطقه يعني يفترض انه الدوله تستطيع واجهزتها المختلفه المعلوماتيه والرقابيه تقدر توصل وتعرف بسهوله يعني. فهؤلاء الذين يبيعون الخبز في هذه المنطقة وفي مناطق كثيرة، أنا بسأل زمايلي قبل ما بكتب ما بكتبش حاجات يعني كده عمياني، يا أخوانا زمايلي من مناطق جغرافية مختلفة، الرغيف عندك بكام؟ السكر بكام؟ الزيت بكام؟ الطماطم بكام؟ عشان أقدر أكون فكرة واضحة قبل ما أكتب حتى لا أظلم أحدا يعني. فلما مريت على الخبز لا يتم تنفيذ قرار أوزان وأسعار الخبز حتى هذه اللحظة، واتمنى انه حد من وزاره التموين المفتشين اللي المفروض مكلفين يعملوا ده ينزلوا للمخابز وينزلوا للفرشات اللي موجوده في الشارع ويشوف هل الرغيف الوزن بتاعه، انا بتكلم هنا عن العيش الحر. عيش حر طبعا. العيش المدعم نعم. لا قصه تانية. هذه قصه تانية، والحكومه للامانه عامله جهد كبير جدا فيه وهو الى حد ما جيد. ماشي. انا بتكلم على الرغيف الذي غير الحر اللي هو بيشكل اظن يمكن اكثر من 30% من وبيستعملوه عدد كبير. طيب. أنا ليه أسيب، أنا كحكومة أسيب هؤلاء التجار ينهبون المواطن بهذا الشكل؟ إذا احنا اتفقنا إنه تكلفته الحقيقية هي جنيه أو جنيه ونص أو 2 جنيه حسب وزنه، ليه أسيب حد يبيعه بتلاتة جنيه؟ أو ليه هو يبقى بجنيه وأبيعه بجنيه ونص؟ حضرتك عايز رقابة. الرقابة البسيطة أنا ضد، بص في السوق الحر الرقابة مش يعني، السوق الحر ليه آلياته، بس آلياته التنظيمية. إذا الحكومة قالت واتفقت مع الغرف، يعني احنا هو الحكومة وصلت للسعر ده ازاي؟ الحكومة اتفقت مع الغرف التجارية وشعبة المخابز وقعدوا واتفقوا على كل شيء، وشعبة المخابز قالت هذا هو السعر العادل واللي بيحقق هامش ربح. ليه أسيب هؤلاء البائعين أو أصحاب المخابز أحيانا إن هم يعني يخنقوا الناس؟ دي الرقابة اللي أنا قصدي عليها، رقابة تنفيذ السعر المعلن من الحكومة. أنا ما بقولش تدخل تعمل سعر جبري، ده مش سعر جبري، ده أنت اتفقت مع أصحاب المهنة وأصحاب الشأن ووصلتوا إلى سعر معين. في سلع مش ينفع تقول إن أنا أعمل لها سعر جبري، يعني رغم إن أنا يعني جاي من مدرسة تؤمن بالفكر التخطيطي والاشتراكي والسيطرة الشديدة على الأسواق، لكن وصلت إلى قناعة إنه سلعة زي الطماطم أو الخضروات مش هتقدر تعملها لأنه خاضعة لعرض وطلب بجد. أنت بتيجي عندك الطماطم في لحظة بتبقى 3 جنيه و4 جنيه وأحيانا بتوصل ل 20، البصل كان وصل ل 40 جنيه ودلوقتي أظن المتوسط بتاعه نزل للسعر الطبيعي. في سلع اللي هي متغيرة، خضروات وفاكهة، هي سعر عرض وطلب، العرض والطلب هم اللي بيحددوا. لكن في سلع أساسية اللي أنت ارتضيت واتفقت مع أصحاب الشأن إن دي السعر الطبيعي بتاعها هو كذا، ما ينفعش تسيب المواطن فريسة لهؤلاء التجار الجشعين. فقلت وكررت كتير تستطيع الحكومة أن تكسب شعبية كبيرة جدا إذا نفذت ده، خصوصا أن هي عندها في ناس بيقبضوا فلوس عشان يعملوا ده. يعني الراجل مفتش التموين ليه ما بينزلش يفتش على المخبز؟ ليه مفتش التاني ما بيروحش البنزينة يتأكد أن البنزين ده سليم ولا لا؟ الحكومة المفروض عندها الآليات والموارد لتنفيذ الرقابة على عندها ناس وظيفتهم هي دي، يعني بيقبض فلوس عشان يعمل ده. فانا كل اللي عايزه منه بس انه يروح يؤدي وظيفته، في اللحظه اللي هيؤدي وظيفته صح هيفيد الحكومه وسمعتها وهيفيد البشر كلهم وهيدي درس للحرامي والجاشع والمضارب ان هو لو غلط هيدفع ثمنه.